لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة البصائر، انطلاق الندوة الدولية في اسطنبول، جرائم التغييب القسري في العراق. في العربي الجديد، جدل سياسي في العراق بعد تأجيل إعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين. في موقع الهيئات، ملفات فساد بعشرات المليارات من الدولارات مرتبطة بشخصيات سياسية وأحزاب متنفذة. في القدس العربي، وزير الدفاع الأمريكي توقع انتقال كل القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى العراق. في صحيفة الشرق الأوسط، بومبيو، وقف إطلاق النار في سوريا صامد رغم البداية الصعبة. في الخليج الإماراتي، غضب لبنان يضع حزب الله في عين العاصفة، إجراءات للتهدئة، ونصر الله يرفض إسقاط النظام. في اندبندنت عربية، بعد إرجائه التصويت، العموم البريطاني يبعثر أوراق بريكزيت أمام جونسون. السلام عليكم. تتفاعل الأوضاع الميدانية في العراق وتأخذ أبعاداً كبيرة مع اقتراب الموعد المحدد للتظاهرة الشعبية الكبرى التي حددها المنتفضون العراقيون في 25 من تشرين الأول الحالي، ووضعوا اللمسات الحقيقية لها وأعطوا الدلالات الواضحة لاستمرار الانتفاضة الشعبية التشرينية المباركة. أياد العناز يقول في صحيفة البصائر إن الأصوات الشعبية جاءت لتستمر في إطلاق حناجرها للمطالبات المشروعة للعراقيين بإسقاط العملية السياسية الفاسدة. لا زالت حكومة بغداد تعمل على استخدام الأسلوب الأمني في منع الإعداد للانتفاضة القادمة في 25 من هذا الشهر، عندما تستمر أدواتها القمعية وأجهزتها الأمنية بمتابعة الناشطين والإعلاميين وأصحاب الأقلام الحرة وإلقاء القبض عليهم أو تصفيتهم جسديا عبر عمليات الاغتيال المنظمة أو اعتقالهم وتغييبهم في السجون والمعتقلات. هذه الأساليب أصبحت تتضح خلال الأيام الماضية كأسلوب يتبع من العديد من الجهات الأمنية والميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لزرع حالة الرعب والخوف في نفوس المواطنين ومنعهم من الاستمرار بتظاهراتهم واحتجاجاتهم. لم تستطع الإجراءات المقررة في إحداث تغيير مزاري في حكومة بغداد وتمرير الإجراءات التي اتخذت بناء على المطالب الشعبية بتغيير الحكومة وإحالة الفاسدين من الوزراء والمسؤولين للمحاكم المختصة، لأنها اصطدمت بالعديد من المصالح الفئوية والحزبية للكتل والأحزاب السياسية التي اعترضت على المقترحات الخاصة بالتعديلات الوزارية ورأت فيها ضياعاً لمصالحها ومنافعها مالية، وسعت للالتزام بمبدأ المحاصصة الطائفية والتوافقات السياسية التي دأبت عليها منذ بداية تشكيل أول حكومة في ظل الاحتلال الأمريكي. وبهذا فشل عادل عبد المهدي في محاولته للتعديل الوزاري، وأثبت أنه لا يزال خاضعا لرغبات وأهداف الأحزاب السياسية. الكاتب يرى أن الإجراءات القمعية والإدارية الترقيعية والخطابات الرسمية الفضفاضة للرئاسات الثلاث لن تحقق أغراضها الميدانية لضعف المعالجات وعدم فهم وإدراك للمعاني الوجدانية التي خرج من أجلها الشعب العراقي، وعدم إقرارهم بمطالبة المنتفضين برفض العملية السياسية وأدواتها وشخوصها. لهذا ستكون الأحداث القادمة أكثر فعالية، وسترتقي المطالب الشعبية إلى ذروتها وأهدافها الحقيقية وعدم تراجعها عن المطالبة بحقوقها الشرعية. نجح الشباب العراقيون من الجيل الجديد في دق ناقوس الخطر في ثورتهم السلمية التي جابهها النظام الحاكم بالقسوة والقتل والقمع والاضطهاد، ولكنها استمرت بسلسلة أحداث صنعها آلاف مؤلفة من العراقيين في بغداد ومدن أخرى، وكان من ورائهم الملايين يؤيدون انتفاضتهم السلمية. سيار الجميل يرى في صحيفة العربي الجديد
أن المتظاهرين كشفوا من خلال حراكهم الشعبي زيفة 17 عاما مرت قامت خلالها الطبقة الحاكمة بخداع العراقيين بسياسة خرقاء اعتمدوها وقد جرت الخراب إلى البلاد كلها. اليوم انحسر الناس عن شوارعهم بسبب مناسبة الأربعينية، وربما اشتعلت الثورة وتواصلت من جديد ما دام وقودها ساري المفعول، وسيبقى حتى بلوغ الأهداف. إيران باتت تخشى ضياع هيمنتها على العراق إن نجح الشعب العراقي في ثورته لإزالة الطبقة الباغية المرتبطة بإيران، فالقسوة لم يعد يخشاها شباب العراق وهم يدوسون على الخرافات والأوهام التي زرعها المعممون الدجالون وأحزابهم المهترئة. بات معلوماً عند العراقيين أن التصريحات والخطابات التي وعدت بها الرئاسات الثلاث مجرد هراء ووعود بمحاولات ترقيعية لم تعد تجدي أو تنفع. كانت الأيام العشرة قد هزت العراق وأيقظت الملايين من سباتهم وقضت مضاجع أركان النظام السياسي الحاكم ومن يناصره، كما أنها عرت الجميع وفضحت مواقفهم السياسية، وبان حجم ولاء الفئات المحسوبة على النظام ودور الإعلام المخزي وغير الأخلاقي من الأزمة، ودور من يدعون أنفسهم مثقفين وطنيين عراقيين فضلاً عن حجم المحسوبين والمنسوبين من طائفيين ومستفيدين وأذناب فاسدين لا يهمهم الوطن ولا المواطن، بل شكل هؤلاء طبقة طفيلية طارئة على المجتمع تريد إشباع أطماعها في ظل النظام القائم. الكاتب يرى أن ثورة الشباب العراقي بيّنت للعالم كله وهي في مرحلتها الأولى أن الشعب العراقي قد ينام حيناً ولكنه مستيقظ حتى لا يموت، ولن تنطفئ جدوة الثورة حتى تنتصر على نظام الفاسدين والعملاء والطفيليين والطارئين. قال صحيفة العرب اللندنية إن صقور اليمين الشيعي الموالين لإيران في العراق يدفعون باتجاه اتخاذ حركة الاحتجاج الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الحالي غطاء لتحويل النظام السياسي الذي يحكم البلاد من برلماني إلى رئاسي، ما يمكنهم من إعادة أحكام القبض على السلطة دون حاجة للمحاصصة مع الأكراد والسنة. وأضافت الصحيفة أن هذه المحاولة هي مناورة من الأحزاب الشيعية لحل أزمتها في العراق. النخبة الشيعية وجدت في الاحتجاجات رافعة مهمة لإعادة مركزية السلطة مجدداً عبر التخلص من صداع المحاصصة الذي يتطلب إشراك السنة والأكراد في منظومة الحكم، ما يتيح لأحزاب شيعية موالية لإيران القبض على مقاليد الحكم في البلاد بلا رقيب. وفي هذا السياق جاء تأكيد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن النظام الرئاسي هو الأصلح في العراق، وذلك تعليقاً على شعاري إصلاح وإسقاط النظام السياسي اللذين ظهرا خلال احتجاجات تشرين الأول الحالي. ويرى مراقبون أن خيار المالكي قد يكون مثالياً لإيران في الوقت الراهن، لا سيما عبر بوابة النظام الرئاسي الذي يتيح للرئيس التفرد بكل شيء بعكس النظام البرلماني الذي يفرض على رأس السلطة وهو رئيس الحكومة بعض القيود. ويتحدث ساسة عن مخاوف إيرانية واسعة من أن تقود الاحتجاجات العراقية إلى إسقاط النظام السياسي فعلاً، ما يعارض مصالح طهران لمخاطر كبيرة مع النقمة المتزايدة عليها في أوساط المحتجين الذين يحملونها مسؤولية صعود أحزاب فاسدة إلى السلطة تحت ستار الدين. ويرى مراقبون أن النظام الرئاسي قد يكون حلاً إيرانياً لحالة العراق يمكن لطهران يمكن طهران من الالتفاف على مطالب المحتجين. الصحيفة تشير إلى أن نور المالكي لا يتحدث بمفرده عن أهمية النظام الرئاسي للعراق، إذ يلقى عوناً كبيراً من زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي الذي يعتقد بأن مركز السلطات في يد رئيس الجمهورية سيريح النخبة الشيعية من القلق الذي يسببه السنة والأكراد.
بعد احتلالهم العراق عام 2003 شرع الأمريكيون في إقامة نظام سياسي على أنقاض الدولة التي أعلنوا عن تفكيك أوصالها، فكان نظام المحاصصة الطائفية في حقيقته مسوغاً لتبرير تقاسم ثروة العراق التي هي ثروة الشعب بين الأحزاب الممثلة لما سمي في الدستور الجديد بالمكونات العراقية، وهي تسمية أريد من خلالها تكريسها تثبيت جدران العزل التي تشير إلى تمزق المجتمع العراقي. فاروق يوسف يتساءل في موقع ميدل إيست أونلاين: متى تنتهي صلاحية النظام السياسي في العراق؟ منذ تلك الوصفة الأمريكية المسمومة وحتى اللحظة الراهنة، لا تزال الأحزاب التي أولاها الأمريكان ثقتهم وكانت بمثابة ترجمان لمشروعه تمارس حقها في نهب الثروات من غير أن تلتفت إلى واجبها في إعادة بناء الدولة. ما يجري على أرض الواقع يمكنه أن يشكل كارثة أخلاقية غير مسبوقة في عالم السياسة، فالطبقة السياسية صارت عبارة عن مجموعة من المافيات التي تدير عمليات فساد مالي منظم، هي أشبه بثقب أسود يبتلع كل ما يحصل عليه العراق من أموال جراء تصدير النفط. أعتقد أن الأمريكان حين تحدثوا عن الديمقراطية كانوا يقصدون شيئا آخر بالنسبة للعراق، فالعراق الديمقراطي صار يقتل أبناؤه المتظاهرون سلمياً بالرصاص الحي، ولأن الولايات المتحدة لم تحتج على ما جرى في شوارع المدن العراقية فإن القتل سيستمر. الطبقة السياسية تدافع عن مصالحها في مواجهة شعب أذله الفقر. إن صلاحية الاستعمال قد انتهت منذ سنوات بالنسبة لسياسي العراق، لقد صاروا مجرد واجهة للجريمة. ارتكبت الميليشيات الإيرانية جريمتها في قتل المتظاهرين، غير أن المجرم الذي يجب أن يواجه العدالة هو عادل عبد المهدي وحكومته. الكاتب يختتم بالقول إنه آن الأوان للتغيير، ولن يكون التغيير هذه المرة إلا بإرادة شعبية لا يكون للأحزاب الحاكمة محل فيها، وهو ما يمكن أن يستغرق زمنا، غير أنه لا بد أن يقع. على الرغم من أن دافع الاحتجاجات التي شهدها العراق كان انتشار البطالة بين الشباب على نطاق واسع ونقص الخدمات العامة وانتشار الفساد، إلا أن الحل الأكثر شعبية لمحاكمة المزيد من المسؤولين عن الفساد ربما يفشل في تحسين الوضع. فرانك غونتر يرى في مقال نشره موقع ذا هيل الأمريكي أن الحل الحقيقي للأزمة في العراق هو تجفيف مستنقع الفساد. الكاتب يقول إن المطلوب ليس دراما متمثلة في تعليق المسؤولين على أعمدة الإنارة، ولكن بالحد من العداء غير المفهوم في العراق للقطاع الخاص وتجفيف مستنقع الفساد. واستنتج الكاتب أن طريقة التعامل مع مشكلة الفساد كانت فاشلة على عقود في العراق، وأصبح الشعب العراقي ساخرا للغاية بشأن مبادرات مكافحة الفساد، إلى درجة الاعتقاد بأن أي مسؤول جديد يتم تعيينه محل المسؤول السابق المتهم بالفساد سيصبح فاسدا في نهاية المطاف. ويؤكد الكاتب أن المطلوب هو إجراءات لمكافحة الفساد لا تكون فقط فعالة بل يمكن ملاحظتها بشكل فعال، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في الحد من الفساد والحد من بطالة الشباب في البلاد. تشير التقديرات إلى أن حوالي 80% من الشباب يبحثون عن وظيفة. ويرى الكاتب أن انخفاض أسعار النفط يعني أن الحكومة العراقية لم تعد قادرة على توفير فرص عمل كافية. ووفقا للكاتب فإن من المأمول أن يخلق القطاع الخاص الوظائف المطلوبة، ولكن القطاع الخاص الصغير يعاني من عداء شديد، كما يعد تشغيل الأعمال التجارية من الناحية القانونية أمرا معقدا ومكلفا ويستهلك الكثير من الوقت. الكاتب يقترح أن يتبنى العراق لوائح أعمال غير معقدة تسهل الطريق أمام إنشاء مشاريع خاصة جديدة، مشيراً إلى أن ذلك قد يساهم في حل مشكلة البطالة والقضاء على الفساد. وعلى سبيل المثال، يستغرق العمل في العراق للحصول على إذن إنشاء مستودع إلى 167 يوماً، في حين يستغرق الأمر 4 أيام فقط في دول عربية أخرى.
عندما هتف اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية بإسقاط النظام ورموزه، فلأنهم يعرفون أن ما حل ببلدهم وفيهم من جوع وفقر وديون هائلة ومأزق معيشي لا يطاق وبطالة مستفحلة أدت إلى هجرة آلاف الشباب اللبناني، ليس سببه أشخاصاً إنما النظام الذي يرعاه زعماء الطوائف ويستخدمونه مطية للمحاصصة والسلطة والنهب والفساد. هذا ما أشارت إليه صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ثورة على نظام فاشل. يدرك اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع بشكل عابر لطوائفهم أن العلة تكمن في هكذا نظام قام باستغلالهم وامتص دماءهم وجعلهم على حافة العوز والفقر المدقع. لذا كانت هتافاتهم ضد كل الطبقة السياسية الجشعة التي مارست الفساد المالي والسياسي ونهب مقدرات الدولة وتركت البلد يئن تحت ديون ثقيلة تقدر بنحو 100 مليار دولار، من دون أن تؤدي هذه المليارات إلى تحسين الخدمات العامة وخصوصاً الكهرباء والمياه أو أن تساهم في عملية التنمية. ثم تأتي الحكومة لتفرض المزيد من الضرائب على المواطنين العاجزين أساساً عن توفير لقمة عيشهم، لأن موازنة 2020 تقتضي فرض حالة من التقشف للوفاء بشروط مؤتمر سيدر الذي بمقتضاه يفترض أن يحصل لبنان على مساعدات تقدر بأحد عشر مليار دولار. يتساءل المواطن اللبناني لماذا مطلوب منه أن يضحي وهو بالكاد يستطيع توفير لقمة عيشه، في حين أن هناك أبوابا أخرى للضرائب يمكن توفيرها من خلال استرداد الأموال المنهوبة وفرض ضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والمصارف. المشكلة أن لا أحد من الطبقة السياسية الحاكمة يمكن أن يلجأ إلى مثل هذه الحلول، لأنها تطال جيوبهم وثرواتهم ومصالحهم وتضرب مبدأ المحاصصة الذي يقوم عليه النظام السياسي القائم. الصحيفة ترى أنه حتى لو تمكن النظام القائم من إخماد الانتفاضة الشعبية الحالية فهو لن يستطيع إخماد جذوتها، لأن الشعب سوف ينتفض من جديد، ولأن النظام القائم فقد صلاحيته ولم يعد قادراً على إدارة شؤون البلاد والعباد بعقلية طائفية بائسة لا تصلح حتى لإدارة شؤون مزرعة. يكتسب نحات إيطالي شاب يدعى أندريا جانديني شهرة متزايدة بتحويل جذوع الأشجار الميتة في العاصمة الإيطالية روما إلى قطع فنية تحظى بالإعجاب الشديد. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن جانديني بدأ بنحت جذوع الأشجار قبل 5 أعوام وانتهى من منحوتته 66 في متنزه فيلا بامفيلي يوم الجمعة الماضي. وأمام جانديني معين لا ينضب من الأشجار في روما التي تشتهر بأنها واحدة من أكثر مدن أوروبا إخضراراً، حيث توجد بها نحو 313 ألف شجرة تزين متنزهاتها العديدة وشوارع وسط المدينة. وينشر جانديني خريطة للجذوع التي نحتها على موقعه الإلكتروني، حيث أصبحت مزاراً سياحياً حتى أن المرشدين السياحيين يدرجون أعماله في برامجهم. وعلى الرغم من شهرة أعماله بين السكان المحليين والسائحين، فإن سلطات مدينة روما كانت أقل حماساً لها، حيث هددت الشرطة بمنع جانديني من دخول المناطق التاريخية واتباع قواعد صارمة جديدة جرى تطبيقها في الأعوام القليلة الماضية حفاظاً على الذوق العام. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.